إذن قدمه الادعاء في المحاكمة داخل المحكمة الفيدرالية. وهنا نتحدث عن مسار تدفق الدعم من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومن الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، وصولا إلى إنشاء منظمات ولجان متخصصة في دعم حماس، وكل ذلك صب في مصلحة حماس التي هي لا تعد كونها ذراعا مسلحة للإخوان المسلمين في فلسطين.